هما ديور ديال المنجم ديال زليجه، تابعين المناجم ديال زليجه، كاينين بحالهم في تويسنت، وكاينين بحالهم في جراده، وكاين بحالهم في فوجده، كاين بحال فهمت فواد الحمر. هاد الديور هادو هما ملك للدوله، والملك ديالنا الحسن الثاني الله يرحمه كان خطب في 1987 وقال اي ملك ديال الدوله ما يخرج منه حتى شي واحد الا حتى ل 2020، كانوا قالوا في 2020 عاد غادي يقدروا يخرجوا من الاملاك ديال الدوله اللي تابعه لهاد الشركه هادي. وهاد الشركه هادي لحد الان مازال كتذكر في البورصه. وهاد الناس هادو خداو هاد الملك هذا عن طريق التزوير ب 12 شاهد، خداوه في 2010. في 2010 داروا 12 شاهد وداروا الملكيه ديال هاد الملك هذا. ونعم سيدي كانوا جاو عندنا هنايا غور اللي كانوا مسؤولين على هاد المناجم هادو، وكانوا كيقولوا لنا ما تخرجوناش من هاد الديور، حافظوا لنا عليهم، ما تخرجوش من الديور، من هاد الديور غور. انا الغوريه كتبوس لوكا غلاج وكتقول لك اوه لوكا غلاج وفرحانه به، وكتقول لي ما تخرجوش منه باش ما يتكرفش. نعم سيدي حنايا بقينا كنا بلامه، كنا عن طريق الكيرة حنايا هنا كنا كان كارينا عند واحد السيده، وديك السيده هذيك في الاخير عرفناها بانها ما كتملكش هاد الديور، وكان الماء وكان الضو، من بعد ما كانتش كتخلص الفواتير، واخا كنا كنخلصوها ما كانتش كتخلص الفواتير ياك. جاو قلعوه، منين جاو قلعوه هي كانت كتزيد تكري لنا الناس كيمارسوا الدعاره هنايا. المهم خرجنا هذوك الناس هذوك اللي كانوا هنايا، وخرجنا حتى ديك السيده هذيك بحكم قضائي، وخرجت من هاد المسكن هذا، بقاو ساكنين فيه غير العائلات نقيين كما كتشوفوا. نعم سيدي من بعد بقينا بلا ما بلا ضو، بقينا كنمشيو كنطالبوا السلطات بالماء والضو، بقينا كنديروا وقفات احتجاجيه، درنا 12 يوم وحنا جالسين في الساحه. من بعد كان جاي الملك ديال الناس الله ينصره محمد السادس زياره ملكيه لهذه المدينه، عطاوه لنا الماء مده شهر وقلعوه لنا، وديك الماء عطاوه لنا يعني غير بروفيزوار غير من عند جارنا من هنايا. من بعد بقينا كنواصلوا المسيره ديالنا ونواصلوا الكفاح ديالنا، وكنجلسوا في الساحه وكنناضلوا من اجل هذه النقطه ديال الماء اللي هو اساس الحياه. كنجلسوا في الساحه حتى درنا مسيره كما هذه اللي درناها اليوم. مشينا هما كيقولوا علينا باننا مشينا حنا ماشي الجزائر، حنا ماشي مشيش الجزائر، حنا مغاربه وحنا كنموتوا تحت الرايه ديال المغرب، حنا ماشي جزائريين ولا لاجئين، حنا مغاربه. هما وحنا كنا غاديين في مسيره كما هذه عطاونا الماء في ديك اللحظه هذيك، عطاوه لنا كما قلت لكم عن طريق الاسم ديال جارنا، هما اللي عطاونا الكونتور في سميتو. بقينا كنخلصوه الى حين هاد الوقيته ديال كورونا ياك. المهم هاد الوقيته هادي حنا كنمشيو كنخلصوا فواتير ديالنا، كاع هاد المده هادي ديال 6 سنوات كنخلصوا خلاصنا، واخا كورونا واخا كاينين عندنا اوراق بنات كنخلصوا، عندنا خلاص بنات كنخلصوا. من بعد هادي 5 شهور بقينا كنمشيو كنسالوا على الفاتوره، كيقولوا لنا راها مخلصه، او لا بعض المرات كيقولوا لنا راها خاويه، واه راها خاويه، وهما حيدوا الكونتور وداروه لنا ديريكت، فهمت؟ داروا لنا ديك المدايز ديريكت هاك غادي عندنا من ولا، وبقات واحد المده، بقات واحد المده هادي شهر قلعوا لنا حتى ديك ديريكت، قلعوه لنا بقينا بلا بيه. حنا كلشي غادي نقولوه هنا قدام هذا المنبر، حنا في ديك اللحظه هذيك تعصبنا ورديناه مده 3 ايام بديك الطريقه، ومن بعد ولينا ما قبلناش على راسنا نبقاو كنستعملوا ماء كما هاك، حنا ما غاديش نتوضاو بالماء كما هاك ولا غادي نستعملوا ماء هاك، قلعناه لمده 3 ايام. من بعد بقينا كنواصلوا نمشيو عند الباشا، قالوا لنا مشينا عند الباشا قال لنا سيروا ديروا دعوه استعجاليه للمحكمه طالبوا فيها بالماء، درنا دعوه استعجاليه رفضوا لنا لان ما عندناش الوثائق ديال الكرا. المهم من بعد منين درنا ديك الوثيقه رفضوها لنا في المحكمه، رجعنا مشينا عند الباشا، السيد الباشا استقبلنا مزيان الله يكثر خيره، هضر معنا كل شيء، ولكن من بعد اليوم قالنا سيروا، مشينا البارح اليوم قالنا سيروا ويكون خير، رجعنا لدارنا. لا غد ليه مشينا عندهم قالوا لنا غادي نعطيوكم سيتيرنا. واش سيدي حنايا كنسكنوا في مدينه السعيديه ما كيفصلناش على البحر الا شارع واحد، حنا غير الماء في الجيريكه الا شربناه غادي نمرضوا وليداتنا، حرف سيتيرنا غادي نشربوا الماء ديال الصدى. حنا بغينا جلاله الملك يسمع صوتنا من هذا المنبر هذا ويشوف لهاد الحال هاد الناس هادو، عندنا اطفال ضائعين هنايا، واش غادي نبقاو بلا ما؟ باش غادي يغسلوا وجههم باش يعقموا باش يمشيو في هاد الاجواء د كورونا؟ قولوا لنا باش غادي يغسلوا يديهم؟ شتي كنهضروا مع الناس كيقول لك دير الكمامه، بان ندير انا الكمامه باش غادي نعقم يدي اصلا؟ فنمشيو حنا الا كان شي مرض ينتشر اذا بلا ما بلا حتى شي حاجه.
حنا ملي مشينا اليوم، ملي مشينا اليوم ملي نرفضوا لنا وقالوا لنا نعطيكم سيتيرنا، مشينا درنا مسيره. ملي درنا مسيره سلميه، درنا مسيره سلميه وغادي نعطيكم الفيديوهات بان غاديين مسيره سلميه. كيقولوا لنا بغينا كما نقولوا تصريح بهذه المسيره. هذا التصريح هذا هو ما كيعطيوناش ابسط الحقوق، ما كيعطيونا ما كيعطيونا رميد، ما كيعطيونا حتى شي حاجه. الا ولدنا وليداتنا هنا ما سجلوهمناش بهذه المدينه هذه، ما سجلوناش اصلا هنايا. ياك لا كارطات كنضطروا اننا وكيعاونوا، هذه كيعاونونا فيها، كنديروهم على شي سكنه اخرى، شي دار اخرى يعطيوناها بهذه الطريقه، ولكن ما كيعطيوناش هنايا. مشينا اليوم درنا مسيره، درناها سلميه وغادي تشوفوا الفيديو ديالها. كانوا غاديين معنا السلطه ديال السعيديه، حنا غاديين، هما غاديين معنا في جنبنا، ما حنا سلميين، ما غادي نضربوا ما حتى شي حاجه. معنا وليداتنا صغار، حنا الا كنا غادي نديروا صداع ولا شي حاجه، حنا معنا وليدات صغار، ما غاديش نبغيو وليداتنا الضروره. انا سيدي حق من حقوقي اللي هو ما كنطالب به، ما كنطالبش بشي حاجه اخرى، كنطالب بحق من حقوقي اللي عطاها لي الدستور. مهما كنت ساكن، فين ما كنت ساكن، يعطيني الماء، نشرب الماء، من بعد عادي تاخذ معايا شي اجراءات اخرى الا بغيت تاخذها معايا. انا باغا غير الماء. بانني غادي نقطع الماء، قطعوا لنا في شهر 5 وداروا لنا التيو ديريكت شهر 5، حنا قطعنا 6 و7 و8 و9 دايرين التيو ديريكت. في 22 في شهر 9 قطعوه، جاو مع 6 الصباح. واش كاين شي لونيب كتجي مع 6 الصباح كتقطع الماء؟ والبلا اشعار، بلا هذا السيد هذا اللي كيقول لنا الاخر، عندنا هاد لي بابي باش كنا نخلصوها، هما كلشي كاينين، ها هما شهر 5 كلشي بالانضباط بالضبط. ملي كنمشيو نسولو واش خلصوا، واش كاين ولا خلاص ولا ما كاينش، قالوا لنا كيخلصوه المحسنين. كنقول لهم عطيونا هاد لي بابي ديال الاخر ديال البي ديال باش نخلص، كيقول لك ما عندناش. ما يمكنش. ودابا مشينا قال لك ديروا، مشينا عند سعاد الباشا قال دير واحد الشكايه استعجاليه، درنا شكايه استعجاليه للمحكمه. المحكمة قال لنا ما عندكمش الورق بأنه باش كاين، ماشي مشكل. رجعنا لعند الباشا قال لك شوف شنو غيدير معكم، ورجعوا لعندنا، رجعنا لعند سعادة الباشا قال لك عطيني واحد المهلة واحد السيمانة ورجعوا لعندي، عطينا سيمانة ورجعوا لعنده، قال لك ديروا لي واحد الأخر بالشكايات، وحدة لرئيس المجلس البلدي وحدة لسعادة الباشا بأن هذا راه حنا باش نطالبين الماء. ما كاينش. جينا عنده البارح قال لك غدا إن شاء الله على اليوم، قال لك جيو لعندنا مع الصبح الا ما لقيناش الحل غادي ندير لكم واحد السقايه باش ديباني. ملي مشينا اليوم قال لك السقايه ما كايناش، غادي نجيبوا لكم السيتيرنا. هل يعقل الناس غادي تشرب السيتيرنا؟ هاد الناس كامله غتشرب من السيتيرنا؟ ها وحنا في الصنط هنا كاينه 29 ولا 30 عائله، كل واحد السكنه ديالو. ما علينا، واحد عنده 5 6 تاع الدراري ماشي مشكل. ملي مشينا حنا سيدي اليوم مشينا عنده قال لك هادشي، قال لك بغيتوا الماء؟ هي غادي نجيب لكم السيتيرنا. الا ما كان السيتيرنا الا ما كان السيتيرنا ما عندي ما ندير لكم الحل، صبروا عليا واحد السيمانه. قلنا له مرحبا، لغى لنا اللونيب، فوتوا لنا التيو كما كان، دارتوا اللونيب وابري ديت السيمانه ديالو، حنا نتسناو حتى تشوفوا لنا الحل. قال لك لا ما نقدروش. من ملي مشينا جينا هنا الاخر قال لك اسيدي ما عندنا ما نديروا لكم، هات السيمانه تصبروا. مرحبا، ما صبرتوش، شوفوا كي غادي ديروا. حنا كنطالبوا غير بالماء، لا عن كيما كيقول لك هاد الناس باننا حنا معاهم في المحكمه، حتى تحكم المحكمه الحكم النهائي ونخرجوا ونقلعوا الكونتور ديالو الله يعنهم. هادشي ما كنطالبوا، باغيين الماء نخلصوا الماء ديالنا. واش لا 6 سنين من 2014 حتى 2020 ويتقطع لك الماء، علاش حنا ما خرجناش؟ علاش ما درناش شي حاجه؟